على الرغم من انتشار المجمعات السكنية في صلاح الدين، إلا أنها تحمل أسعارا مبالغا بها، بحيث تصل الوحدة السكنية إلى أكثر من 150 مليون دينار، ما أثار حفيظة المواطنين هناك. الحلول التي تطرح هي إعطاء أراضي للاستثمار، هذه حلول غير منطقية، لا يمكن للمتوسط الدخل بل فوق المتوسط شراء وحدة سكنية بسبب الأسعار غير المعقولة والكبيرة، على الرغم من أن الحكومة أمرت بأن تكون الأسعار بالدولار بالسعر الرسمي على 132، لكن ما زال المستثمرون يعني يبيعون هذه الوحدات السكنية بأسعار، بل وأصبحت هناك كثير من المجمعات السكنية أماكن لغسيل الأموال. يحتاج قانون الاستثمار إلى مراجعة حقيقية، لأنه هذا القانون مجحف بحق موظفي الدولة، بحق مواطنين اللي موجودين بالعراق. هناك تكاليف عالية لم يستفد منها المواطن نهائيا. الجهات الحكومية أكدت وجود مغالاة كبيرة بأسعار الوحدات السكنية الاستثمارية، ما دفعها إلى متابعة هذا الملف ووضع خطط للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. هناك ارتفاع في أسعار أو مغالاة في أسعار الوحدات السكنية، وهذه طبعا لها أسباب. أحد هذه الأسباب أن هذه المجمعات التي بنيت كلها مجمعات أفقية، لم تكن هناك مجمعات عمودية أو شقق. نحن في هيئة استثمار صلاح الدين استلمنا كثير من الطلبات وشكاوي من المواطنين محدود الدخل، يشكون من ارتفاع في أسعار هذه الوحدات السكنية. استلمنا هذه الطلبات وسندرسها مع المستثمرين ومع الشركات الاستثمارية ومع دوائر ذات العلاقة لوضع حلول مناسبة لمثل هذه المشاكل. في الوقت الذي تشهد فيه المجمعات السكنية الاستثمارية ارتفاعا في أسعارها، تبرز مطالبات بتعديل قانون الاستثمار لإنصاف ذوي الدخل المحدود الذين يمنون النفس بالتخلص من إيجار المنازل. من صلاح الدين، محمود الكنعاني، السومرية.